من final exam July 2021, problem 9. The figure shows a human arm in equilibrium. The center of mass of the entire arm is indicated by X in the figure. Assume that the mass of the entire arm is 4.9 kilograms and the magnitude of the vertical component of the force F muscle is 162.4 newtons. في البارت A find the X coordinate of the center of mass, X center of mass of the arm measured from the shoulder joint. يعني من هنا كده. في البارت B find the vertical component of the force F joint. نبدأ برسم الـ free body diagram ونحط عليه كل القوة وكل المسافات. عندنا ام جي 4.9 تايمز جي، وعندنا فورس او تو فورسز عند الجوينت اف جي اكس واف جي واي، وعندنا اف ماسل ايضا two components F muscle X و F muscle Y، ومدهاني 162.4 newtons. المسافات المتاحة من ال F muscle للجوينت J 0.08 متر، ومن الويت للأرم لغاية الجوينت إكس مسافة مطلوبة. لو بدأنا بسيجما التورك ده البارت A about الجوينت equals zero، واعتبرنا كاونتر كلوكوايز بوزيتيف. الاف ماسل الفيرتيكال كومبوننت هتعمل بوزيتيف تورك، والويت للارم هيعمل نيجاتيف تورك لان مع الساعه. يبقى اف ماسل واي مضروبه في 0.08 متر، ماينس ال 4.9 جي مضروبة في اكس ده equals zero. اذن ال 162.4 مضروبة في 0.08 equals 4.9 مضروبة في 9.8 في اكس. إذن الـ x equals هضرب 162.4.08 تقسيم 4.9 و 9.8، إداني 0.271 متر. ده البارت A. البارت B طالب الـ vertical component adjoint. هقول سيجما الاف واي، مش عايزين الاف جي اكس، لو كان طلبها او لو طلبها او طلب الاف ام اكس كنا فكرنا في اتجاه الاكس، ولكن هو طالب الاف جي واي اللي هي الفيرتيكال كومبوننت، فناخد سيجما الفيرتيكال فورس في اتجاه الواي البوزيتيف واي لفوق ايكوال زيرو، يدخل معنا الاف ام جي لفوق ماينس الاف جي F joint Y minus 4.9G equals 0. ال F J ال F muscle J 162.4 minus 4.9 في 9.8 equals ال F joint Y. إذن ال F joint Y المطلوبة
هي ال vertical component عند ال joint أو ال 162.4 minus 4.9 times 9.8. وده ملوش علاقة بحساب المسافة اللي في بارت A، يعني التو بارتس منفصلين عن بعض، طلع 114.4 نيوتنز. يبقى سيجما ال اف واي سواء استخدمناها في الأول أو بعد كده ادتني ال vertical component عند ال joint، وسيجما التورك عند الجوينت ادتني المسافة اكس.